السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه مزيان، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جبت لكم مشروع ديال الشقق بالتقسيط وبدون ربا كيف ما كتوصوني ديما. الا كنت اول مره تشوفوا القناه مرحبا بكم معنا، وما تنساوش ديروا جيم اشتراك وتفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا، وبارطاجيو الفيديوهات مع الاحباب ديالكم والمعارف ديالكم باش حتى هما اللي كانوا كيقلبوا على بحال هاد المشاريع او مشاريع اخرى يلقاو عندنا ان شاء الله. بالنسبه للمشروع اللي جبت لكم اليوم، ماشي سكن اقتصادي، هذا مشروع ديال مقاول وكاين غير 10 شقق فقط. كل شقه فيها الصاله، بيت، كوزينه والحمام اعزكم الله كيف ما وريتكم دابا في التصاور. هادو هما الشقق يعني واجدين جاهزين للتسليم. وبالنسبه للمساحه ديالهم فهي 50 متر مربع. اما بالنسبه للثمن ديالهم فالشقه اللي في السفلي الثمن ديالها 22 مليون، وباقي الشقق الثمن ديالهم 26 مليون. كتخلص 13 مليون في الاول، وكتبقى لك 13 مليون هي اللي كيتصرف معك فيها المقاول، هي اللي بالتقسيط وبدون ربا. اما الا خليتي الشقه السفليه البارطمان اللي لتحت فكتبقى لك 9 مليون هي اللي كيتصرف معك فيها. كيفاش كيتصرف معك؟ فكتخلص انت وجهدك، يعني عندك 13 مليون قادر تعطي 1000 درهم للشهر مزيان، 1200 درهم مزيان، 1500 مزيان، يعني كتشوف انت هي المبلغ اللي مخرجك وعلى قد الجهد ديالك. وبالنسبه للمده بطبيعه الحال فانت كدير حسابك، يعني عندك 13 مليون شوف المده اللي غادي ترجعها. وبطبيعه الحال راه الا كان الشهريه اللي كتعطي صغيره يعني من 1000 درهم راه المده كطول باش كتكمل ديك 13 مليون. كان عندك يعني الجهد تخلص كثر فمده غادي تقصر ودغيا غادي تسالي الدار ديالك. وكيف ما قريتوا في العنوان فهذا المشروع متواجد في نواحي مدينه الدار البيضاء وبالضبط في تيت من الليل. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش تيت من الليل فين جات بالضبط، فهي قريبه بزاف لكازا، كاين ربع ساعه بينها وبين اناسي، ونفس الشيء بالنسبه لسيدي مومن، ربع ساعه من تيت من الليل حتى لسيدي مومن. وكاين طوبيس، كاين كرون طاكسي، ني ترونسبور متواجد. اللي عجبو المشروع وبغى يتواصل مع المقاول انا خليت لكم الرقم ديالو في صندوق الوصف باش تاخذوا معاه موعد باش تشوفوا الشقق بعينيكم، لان هما كما قلت لكم جاهزين للتسليم والعدد ديالهم قليل 10 شقق فقط. يعني تاخذ الموعد ديالك وتمشي تشوف قبل ما يتسالاو هاد الشقق. حنا كنعرفوا هاد الشقق اللي بدون ربا فدغيا دغيا كيتسالاو. وبالنسبه للرقم راكم كتعرفوا علاش خليته في صندوق الوصف، كاين اللي ما كيبغيش الرقم ديالو يكون في الفيديو. صندوق الوصف اللي ما كيعرفش كاين اللي كيقرا العنوان كيبقى يقلب فينا في صندوق الوصف، هذاك السهم اللي كتلقى حدا العنوان كتبرك عليه وكيبان لك جميع المعلومات اللي كاينه في صندوق الوصف. في انتظار نتلاقاو في فيديو جديد وفي مشروع جديد. تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف وبسلام عليكم.